اهو، ما هو ده الرداء القبطي، تطور للجلابية البلدي بتاعتنا، سواء كانت فلاحين او صعايدة، اصلها كان موجود عندنا من العصور القديمة، وفضلت تتطور في التطريز وفي الشكل وفي طريقة التفصيل لغاية لما وصلت بالشكل النهائي اللي عندنا. هو احنا علشان نلبس الاخرين نعري نفسنا؟ الجلابية اللي عندنا ليها تفاصيل مختلفة تماما عن أي جلابية تانية موجودة في العالم. هما العرب بس اللي بيلبسوا جلباب في كل حتة في العالم بيلبسوا، بس التفاصيل هي المختلفة. التفاصيل في الجلابية المصري مختلفة عن أي جلابية تانية. واحنا رجالة قوي، مش أي حد يسرق تراثنا نقول لهم اتفضلوا ادخلوا، التراث كتير جوه، نقوا اللي عاوزينه وهنلاقي اللي يدافع عنكم. أهو، ما هو ده الرداء القبطي، تطور للجلابية البلدي بتاعتنا، سواء كانت فلاحين أو صعايدة، أصلها كان موجود عندنا من العصور القديمة، وفضلت تتطور في التطريز وفي الشكل وفي طريقة التفصيل لغاية لما وصلت بالشكل النهائي اللي عندنا. هو إحنا علشان نلبس الآخرين نعري نفسنا؟ الجلابية اللي عندنا ليها تفاصيل مختلفة تماما عن أي جلابية تانية موجودة في العالم. هما العرب بس اللي بيلبسوا جلباب في كل حتة في العالم بيلبسوا، بس التفاصيل هي المختلفة. التفاصيل في الجلابية المصري مختلفة عن أي جلابية تانية. واحنا رجالة قوي، مش أي حد يسرق تراثنا نقول لهم اتفضلوا ادخلوا، التراث كتير جوه، نقوا اللي عاوزينه وهنلاقي اللي يدافع عنكم. لا حد علمنا أكل ولا حد علمنا لبس، لبسنا موجود من زمان قوي 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 قوي، سواء كانوا فلاحين أو صعايدة أو بدو أو أي واحد على أرض مصر لابس لبسه ده من زمان وبياكل أكله ده من زمان، لحد لا بيجي يغير لساننا ولا حد بيجي يغير عاداتنا. في ناس كتيرة جدا بتسأل المصريين القدماء كانوا بيلبسوا شتوي ولا لأ؟ آه كانوا بيلبسوا شتوي، بس لما كانوا بييجوا يتصوروا بيلبسوا اللبس الفورمال بتاعهم، اللي هو اللبس الشنديد، لبس الرجولة عند المصريين القدماء، اللبس اللي كانوا أغلبية الوقت جو مصر كان حار وكانوا بيشتغلوا، فكانوا دايما يلبسوا لبس خفيف. لكن لما كانت الدنيا تشت شوية، الدنيا تسقع شوية، خارجين بالليل كانوا يلبسوا الجلباب بتاعهم فوقيه، ها، شال أو عباية من الصوف. كان المصريين القدماء بيلبسوا العباية دي وهم رايحين يحجوا، وفي بعض التماثيل لينا بتصور لينا وهم قاعدين لابسين هذا الرداء الشتوي. الاتنين كانوا بيتلبسوا فوق بعض، فضل متوارث عندنا لغاية وقتنا هذا، وبنشوفه في جميع أفلامنا وفي جميع مسلسلاتنا. ده بالنسبة للناس اللي مش عايشة معانا وشايفين الناس في الحقيقة لابسنا. تاريخنا من زمان قوي، بس عايزين نعرفه أكتر. التقليل من الذات بيكون نوع من أنواع المرض النفسي. اه والله، بيبقى الانسان حاسس ان هو قليل فيحاول يقل من نفسه، وكمان يقول الموضوع ده في العلن، ما يهموش لان هو داخل نفسه حاسس بكده، ففاكر ان الناس كلها اللي حواليه حاسين نفس احساسه، فمش بيخجل من هذا الشعور. الجلابيه الرؤساء المصريين بيلبسوها عادي، حريه شخصيه، اللبس ده حريه شخصيه، وملك المغرب ممكن يلبس اللبس بتاعه وممكن يلبس البدله، والرؤساء والملوك الخلايجة بيلبسوا بدل عادي وبيلبسوا لبسهم عادي، كل واحد حر.